تجيب من خياله الضلالي ما تخيب الهقوى وظنى مرفوقة من ضرب الالي ركض فيهم شوكنا شريها ما باتسالي صفق لها لي حط حنا أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء قبل لحظات انطلق الشوط السادس في مجموعة أشواطنا في سباق أصبح هذا اليوم شوط الجعدان اللقاية مسافتنا هي 3 كيلومترات هناك على مقدمة الشوط على المركز الأول هناك مشعل السيد مطر بن محمد بن مطر بن غدي الجتبي ما أخذ المركز الأول بينما المركز الثاني هناك مخلاب السيد محمد بن خميس بن محمد الشدي والمركز الثالث ثالث المراكز مشغل السيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي المركز الرابع رابع المراكز هناك حظ السيد عبد الله بن علي بوهليبة والمركز هناك الخامس هناك الضبي لسيد متعب بن سالم بالعامري وهناك المركز الخامس السادس سادس المراكز الهلالي لسيد محمد بن سالم بن سهيل بن خضر العامري وهناك المركز السابع سابع المراكز مشاهدين الكرام هناك لافي لسيد راشد بن محمد بن خليفة الغفلي على عموم على كل حال بنعود إلى مقدمة الشوط نرى اللي في مركز الأول هناك المنافسة هناك منافسة مشاهدين الكرام على المركز الأول مشعل مشعل يا سلام يا سلام يا مطر يا ابن محمد يا ابن مطر يا ابن غدير يا الجتبي يا راعي نزوة ما أخذ المركز الأول خلك على المركز الأول المركز الثاني هناك الهلالي للسيد محمد بن سالم بن سهيل بن خبر العامري وهناك المركز الرابع الثالث ثالث المراكز مشغل السيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الجتبي وهناك المركز الخامس هذا حظ حظ خذ المركز الخامس للسيد عبد الله بن علي بوهليبه ما اخذ المركز الرابع وهناك المركز الخامس هني المركز الخامس هناك الطليع للسيد سعيد بن سهيل بن احمد بن دري الفلاحي وهني المركز الخامس بنشوف المركز السادس السابع هناك نجد لسيد علي بن عبيد بن معدن الجتبي وهناك المركز الثامن المركز الثامن مقادر لسيد راشد بن سالم بن علي العويسي هذه النتيجه مشاهدين الاعزاء مشاهدين الكرام الله يا هناك الهلالي الهلالي ماخذ المركز الاول لكن هني هناك لمندري ماخذ المركز الاول المركز الثاني ثاني المراكز اللي هو مشغل السيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد والمركز الرابع الرابع الطليع للسيد سعيد بن سهيل بن احمد بن دري الفلاحي ولكن هذا اللي جاي اللي قادم لخذ المركز الثاني وخذ المركز الثاني وخذ المركز الأول في هذه اللحظات هناك الحازم لسيد علي بن مهير بن بليجة ماخذ المركز الأول يا سلام الأول الأول على الأول يا الله بنشوف هناك على المركز الأول كل واحد يصيح المركز الأول يبقى المركز الأول كل واحد يا سلام عليكم هناك المركز الثاني مشاهدين الكرام اللي هي الطليع خذ المركز الثاني للسيد سعيد بن سهيل من دري الفلاحي والمركز هناك الرابع أو الثالث مقادر للسيد راشد بن سالم لعويسي ولكن خلاص 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 ما شاء الله الحاسم مشاهدين الكرام من مصالحه حسم هذا الشوط وخذ المركز الأول والسلامات وين وين السلام العوير 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 هذا هو مشاهدي الكرام تهانينا للسيد علي بن مهير بن بليشة اللي خذ المركز الأول تهانينا والناموس المركز الثاني المركز الثاني شعار بن واس المركز الثالث
مغادر العويسي والمناء هناك المركز الرابع لبن خضرة والمركز الخامس لبن دري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، هنا 4:53. تهانينا والناموس للجميع الفائزين بالمراكز الأولى مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والناموس.